ده الفيديو الثاني بالنسبه للجهاز اللي بيختبر الاويل تنشن والانترفيشال تنشن. النهارده احنا هنتكلم او في الفيديو ده هنتكلم ازاي هنقيس الانترفيشال تنشن. طبعا اول حاجه احنا عملناها لما جينا حضرنا العجينه نظفنا البلاتينيوم رينج اللي هي دي بالطريقه اللي احنا شرحناها في الفيديو السابق. بعد كده جبنا الجلاس كاب وحطينا فيها مسافه من 5 ل 7 ملي لتر من العجينه. بعد ما احطها هنا وحاطط دي بروح قافل على الباب بالطريقه دي وبضغط على الرينج ميثود تيست، بضغط عليها بالطريقه ديت. بعد كده بروح ضاغط على السهم ده عشان اطلع العينه. هتبتدي تتحرك بالراحه سلولي جدا وهفضل مستني لغايه ما العينه تتغمر داخل البلاتينيوم رينج. المسافه اللي المفروض تتغمر فيها شوفها كده فيجوال بالعين، يعني في حدود 2 ملي متر تقريبا مسافه تتغمر فيها الرينج. طبعا هو بيتحرك ببطء شديد لسه ما وصلش الى السيرفيس توب بتاع العينه، فهو هيوصل وبعد كده اول ما يوصل وتتغمر العينه مسافه 2 ملي لتر، في الحاله دي بروح ضاغط مره اخرى على الزرار اللي هو السهم. ولاحظ هنا ان اللون بتاعه اتغير، كان اللون كان ما كانش اخضر، دلوقتي بقى لونه اخضر. فدلوقتي انا شايف العينه هي ابتدت تنزل، لسه ما عملتش تاتش على الرينج، بيطلع طبعا شديد. ابتدت خلاص اهي على وشك انها تلمسها اهي، ايوه لمستها وابتدت تنزل دلوقتي، يعني بالعين كده تقريبا مسافه 2 ملي اهي، تقريبا كده 2 ملي. هروح ضاغط مره اخرى على السهم الاخضر كده، وقف بالطريقه دي. في حاله بقى قياس الانترفيشال تنشن هنا في فرق، لما بحب اقيس التنشن او الانترفيشال هنا هعمل ايه؟ هجيب دروبر وهبتدي اضيف على العينه دي، العينه بتاعتي اللي انا بستخدمها، وهاضيف هنا بحيث ان انا هزود الليفل بتاع، يعني ازودها بحيث انها توصل لحوالي 18 ملي متر. هو طبعا المسافه اللي احنا كنا حاطينها قبل كده كانت من 5 الى 7، برضو ناخدها بالتقريب، احنا عايزينها 18 يعني حوالي تقريبا اقل من 2 سنتي، يعني 1.8 سنتي. طيب ناخد شويه كده، انا شايف اهي يعني بالتقريب نقول دي 1 سنتي لسه كمان. اعتقد كده كويس اعتقد، تمام. طيب بعد كده بروح قافل البلاند اهي، خليني نشيل العينه. الخطوه اللي بعد كده ان انا هدخل بيانات العينه. اول حاجه بحط اسم العينه عن طريق هنا، بروح ضاغط على دي واكتب الاسم اللي انا عايزه، نخليها مثلا جي تي 20 جي تي السهم العشرة، ايوه سهم، بعدين تكتب 20 ايوه ده اوكي انت
طيب وبعد كده بحط الابر واللور لاير دينستي. الابر عاده بتكون زيرو، خلينا نحط اللور كام احنا كنا كاتبينها 0.886. اوكي تمام، حطينا دلوقتي الابر واللور. دلوقتي كل اللي انا هعمله هروح ضاغط على مفتاح الستارت. اضغط على المفتاح الستارت بس، هيبتدي دلوقتي يشتغل عندي. هلاحظ ان هو هيبتدي ينزل، بلاحظ دلوقتي